بتشربها؟ بشربها بس رو استعجل. جاهز جوزيف؟ يلا أكيد؟ يلا 3 2 أوه حبيب قلبي هذا يا زلمة. مين؟ هشام. تحركوه. هشام بقول روح قبل ما تحركوا. حبيب قلبي هذا أكيد بحرك وبشرب دغري. تحرك وبتشرب دغري؟ تفضل. ها حرك وشرب. بس أنا بعرف إنه أنت زعلان منه لهشام. لا يا أخي. بلا حرك وبتعمل بس قلبي. أنت دبلوماسي كتير. لا والله مش فاهمك. عندي خبرية بس هينة كتير يعني ما وخلصت وقديمة يعني. هلا شو بعمل بشرب؟ شرب شرب. خذ راحتك فنجان قهوة ما هاي بدايتك بولوس. شو قصتك مع هشام؟ في غنية كنت حاببها امرأة عطيها ل لا هي بتقلها شو بطبيعة الأغاني نحن بشغلنا بتعرف أنت وسام كيف تصير يعني في أغاني بيسمعها أكثر من فنان وبتنسمع وبتتاخد في أغاني تكون لألك بتروح في أغنيات تزعل عليها أكثر لأنه أنت شخصيا بتكون حاببها. شو هي اللي زعلان عليها بوقت؟ في كتير أغاني كنت أخذهم لا في وحدة تحديدا من هشام قلبي و قلبي شو بدي أقول قلبي شو بدي أقول له كنت أنت حاببها؟ كنت حاببها كتير بس أنت تأخرت فيها تأخرت فيها صح حق علي 100% حق عليك 100% شو قال لك هشام أنا بعوض لك إياها؟ مش بعوض لك اتفقنا بوقتها أنه نعمل أغنية عجم شو وبعد العجم؟ عجم مؤاخذة بعدك بتقول يا الله هالغنية كان لازم تكون لإلي؟ يمكن هي من الاغاني عاده بقول لا انه كل اغنيه خلص بتاخذ بس انه ايه هاي بحبها انا شخصيا طيب رندحها هيك شوي قلبي وشو بدي اقول له تعبان وشو بعمل له ما عندي دواء انت اللي كنتي فيه بعدك كيف بدوي صوته مجروح بيندهلك ردي له الروح